اسمعوني منيح. وين كنت؟ الأهلي فايز 2-0. ما صعبة. طيب فجوه تعال. ذكر 23 سنة، منعزل من طبقة وسطى، انفصل من المدرسة، اشتغل ميكانيكي وما طول، ومن بعدها صار شوفير وترك، مؤخرا لحام، وكلنا عارفين شو صار، انطرد. يلا منصور، مساء السبت وقف الشتاء، وهذا اللي بنعرفه. محسوبكم بيروح على السوبر ماركت وبيجيب الأغراض الموجودة بمحضر 15. بهذا الوقت لينا بنت الجيران صديقته المفضلة بتفوت على بيته لتلعب بلاي ستيشن. لينا
ما تخاف عمو، بدي دير بال عليك. بس احكي لي شو صار معك؟ بديت ارفع الخزانة عشان اساعد لينا. الخزانة كانت مقلولة ضمن المواد التنظيفية. ما اعتقد الكلور بيعمل هيك، بيحرقني كثير. سمعت شو حكى؟ وشميت الريحة؟ الو، يعطيك العافية مصطفى من وحدة 48 المستشفى المركزي. بدي ابلغ عن حالة مشبوه فيها. اشك بوجود مواد كيميائية خطرة. لقينا علب كلور، احماض، مطهرات، اسيتون. ما لمست ايش يا سيدي لسه. فاتصلوا بالخط الساخن وهون اتدخلنا. العافية حضرتك. زي ما انت شايفة عندنا حفلة اليوم، كلور منزلي، مواد كيماوية، فلاتر، أدوات طبخ، يعني حق واحد لحام الأمر غريب شوي. إذن شو كان بيعمل؟ كلكن عارفين متفجرات. يا ترى من وين جاب المواد؟ من نفس المكان اللي بنشتري منه خبز وحليب لأولادنا. في ناس بتشتري مواد لتفجر وتقتل باسم التطرف. فكركم كان عنده هدف؟ أكيد. طيب في شي بيميزه؟ مش دايما. ضروري الحذر والاستنفار. طاقم الطوارئ الموجودين اليوم، إذا بتحسوا بشي غريب اتصلوا على الخط الساخن وإحنا منتصرف. رح نحمي الأرواح. لأنه إذا صارت مرة ممكن تصير أكتر من مرة.